والله طبعا هي الأضاحي هذه يعني تبرعات من دولة قطر، احنا نشكروه يعني نشكروه على هذا الموقف، لان احنا عندنا الناس السقف 400 دينار والحيوانات غالية بتبرك، وهذا دعم ومساعدة وهبة من دولة قطر، فهي سلمت الدفعة هذه لمكتب الزكاة على مستوى ليبيا، طبعا هي هبة من دولة قطر. نحن طبعا ما عندناش اي تحفظ على اي مساعده تجينا من العالم العربي او من العالم الخارجي، لان الناس تعبان والله تعبان، والناس سنة الاغلبيه مش حيضحوا، الاسواق غاليه حوالي عمرها 6 شهور يقول لك 1200 1300 جنيه، طبعا والسقف 400 جنيه، وفي اللي ما عندهاش رصيد تقريبا حصه برقه كلها 8000 تقريبا، لانه ما زالوا ينزلوا مساحه بطن العدد، الباخره وصلت البارح بداوا ينزلوا حوالي الساعه 12 ما زالت مساحه كملوا ان نحصروا العدد بالضبط، لا عادي احنا نقول الحقيقه نقولوها علينا وعلى انفسنا وعلى غيرنا، هذه مساعده جت في وقتها صراحه.